السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا ومقطع جديد. في هذا الفيديو نعرض عليكم موعد اللقاء الأسطوري بين الملاكم الحديدي مايك تايسون والملاكم روي جونز، وسنعرض عليكم أيضا التدريبات الخارقة التي قام بها مايك تايسون خلال الاستعداد لهذا اللقاء الأسطوري. كما سنعرض عليكم مقتطفات من حياة مايك تايسون، فشاهدوا الفيديو للنهاية. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو تحفيزا لنا والاشتراك بالقناة. قرر مايك تايسون الأسطورة السابقة لرياضة الفن النبيل خوض مباراة استعراضية ضد روي جونز بطل العالم السابق في 4 أوزان مختلفة ب28 من شهر نوفمبر الجاري في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ليعيد صاحب 54 عاما الكثير من الذكريات حول مسيرته الحافلة بالإنجازات وخيبات الأمل. وخاض مايك تايسون آخر مباراة احترافية في مسيرته بعالم الملاكمة في عام 2005، حين تعرض للهزيمة أمام الإيرلندي كيفن ماكبرايد، ليتجرع خسارته السادسة في 58 نزالا لعبها، ويعلن بعدها اعتزاله اللعبة نهائيا. لكن تايسون استغل فترة الإغلاق العام في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي كورونا من أجل الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى حلبات النزال في رياضة الملاكمة، ما جعل الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام العالمية تتابع باهتمام بالغ جميع تفاصيل ما يقوم به وينشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بحثها عن تاريخ حياته التي شهدت الكثير من الأحداث المثيرة وإعادة نشرها لتذكير الجميع بتاريخه. ويعد مايك تايسون إحدى أهم علامات رياضة الملاكمة في القرن العشرين، بعدما استطاع الملقب بالرجل الحديدي تحقيق لقب بطل العالم في الوزن الثقيل وهو بسن 20 من العمر فقط، لينتقل من حياة الفقر المدقع إلى الثراء والنجومية العالمية. وتعتبره وسائل الإعلام العالمية مصدر إلهام لكل من يرغب في التغلب على الظروف الصعبة والارتقاء. من هو مايك تايسون وكيف أسلم؟ طفولة بائسة ومراهقة مليئة بالحوادث وازدهار وانحسار في مرحلة الشباب ونضوج متأخر وشيخوخة مثيرة للجدل. إنه الملاكم الأمريكي الأشهر مايك تايسون، مايكل أو مايك، المولود في 30 يونيو لعام 1966 بمدينة بروكلين بنيويورك، عاش طفولة بائسة بعدما هجر الأب جيمي الأسرة، وكان لا يزال تايسون في 2 عمره لتقع مسؤولية إعالة العائلة على الأم. تربى مايك في أحياء فقيرة يرتفع بها معدلات الجريمة، إذا لم يكن غريبا إلقاء القبض عليه قرابة 38 مرة قبل بلوغه السن 13 عاما بسبب دخوله في مشاجرات مع آخرين اعتادوا السخرية من صوته العالي وطريقته في الكلام. ينطبق على تايسون مقولة من رحم المعاناة يولد الأمل. وبداخل إصلاحية البنين في ترون بنيويورك، اكتشف الملاكم السابق بوبي ستيوارت الذي كان يعمل وقتها مستشارا بمركز احتجاز الأحداث قدرات تايسون في الملاكمة، ليشرع في تدريبه لعدة أشهر، ثم قدمه للمدرب لاكاز داماتو الذي نقله من الإصلاحية وأدخله إلى عالم الملاكمة. الصعود إلى الحلبة كان كفيلا بتغيير حياته بالكامل، ولم يلبث أن أظهر قدراته الهائلة وشراسته في عالم مشاهير الملاكمة، وتم إطلاق عليه العديد من الألقاب منها مايك الحديدي. ويكفي للتدليل على ذلك أنه قد أنهى عامه الأول في مسيرته المهنية كملاكم محترف ب15 فوزا بلا أي خسارة عندما كان في 20 من عمره، كما أنه أصبح أصغر بطل للعالم في الملاكمة للوزن الثقيل. ورغم النجاح منقطع النظير،
تلقى عشاق الملاكم الشاب وقتها صدمة بعد إلقاء القبض عليه عام 1991 بتهمة اغتصاب فتاة في 18 من عمرها في واشنطن، وتم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات رغم إنكاره ارتكابه للجريمة. عندما دخل الملاكم مايك تايسون السجن، تم الزج به في أحد أعنف السجون في الولايات المتحدة، سجن معروف بالقتلة والمجرمين والمغتصبين. وإذا كنت ضعيفا فستصبح دمية تشبع رغباتهم. رغم ذلك تم وضع مايك تايسون في الزنزانة الانفرادية عند دخوله السجن من أجل الحماية، ليس لحمايته هو من باقي المساجين بل لحماية المساجين منه. كانوا يلقبونه الرجل الأسوأ على الكوكب. المفاجأة أنه اعتنق الإسلام داخل ذلك السجن، وخرج منه شخصا آخر تماما. وداخل السجن التقى مايك أشخاصا أقنعوه باعتناق الإسلام، خصوصا أن مثله الأعلى محمد علي كلاي اعتنقه، وأكد تايسون أن السجن قضى على غروره ومنحه الفرصة للتعرف على الإسلام وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت له عن حياة أخرى لها طعم مختلف. وعاد الملاكم الشرس مجددا للحلبة بعد خروجه من السجن، حتى قرر اعتزال الرياضة عام 2006، لكنه ظل مصدرا للإثارة بعدما حكم عليه عام 2007 بالسجن 24 ساعة وأداؤه 360 ساعة من الخدمة المجتمعية بتهمة حيازة المخدرات، ليخرج بعدها على وسائل الإعلام ويؤكد أنه عازم على التخلص من الإدمان نهائيا والعيش في سلام. وتمر السنوات ويعود تايسون لصدارة وسائل الإعلام مجددا، لكن هذه المرة بعد تداول فيديو له يصلي في إحدى الكافيهات. وإذا كان البعض اختلف حول سلوكه وطريقة حياة مايك تايسون، لكن لا يوجد أحد يختلف على كونه أحد عظماء الملاكمة في التاريخ. واشتهر تايسون خلال مسيرته الاحترافية بقوته وشراسته، حتى وصفوه خصومه بأنه مخيف للغاية بسبب قوة اللكمات التي يوجهها بيده اليمنى نظرا إلى دقتها وتوقيتها، حيث يسدد ضربات متلاحقة سريعة إلى جسم الخصم ثم يتبعها بضربة قوية من أسفل إلى أعلى ذقن الخصم، بالإضافة إلى أسلوبه الدفاعي المميز الذي سهل هروبه من ضربات منافسيه بشكل رائع. وخلال سنوات العطاء بلغت ثروة مايك تايسون 400 مليون دولار، لكنه تعرض لانتكاسة كبيرة بعدما أضاع أمواله بسبب سوء إدارته لها وغرقه في ملذاته الشخصية، ليصدم العالم في عام 2003 عندما أعلن إفلاسه رسميا، ليجد نفسه مرة أخرى في عالم الفقر، على الرغم من أن مستشاره المالي حينها هو الرئيس الأمريكي السابق المعتوه دونالد ترامب، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز عام 1988. وبدأ مايك تايسون يراجع نفسه جديا بعدما أعلن إفلاسه، وقرر إيجاد نسخة معدلة من نفسه ليضع خطة جديدة لحياته المقبلة التي شهدت تطورا جيدا عقب مشاركته في العديد من الأفلام العالمية. وشارك ألكي ديفيد أحد رجال الأعمال الكبار لينجح بطل العالم السابق بتسوية جميع ديونه، وجمع ثروة جديدة مرة أخرى. ولعل أبرز أسباب قوة تايسون عدم استسلامه يعود إلى القاعدة الجماهيرية العريضة التي تحبه وجعلت منه رمزا وطنيا وأحد أهم أعلام الرياضة، لذلك وجد الدعم الكبير عندما قرر العودة إلى عالم الفن النبيل، حتى من باب المواجهات الاستعراضية، لأنها ستمنح الجميع فرصة استثنائية برؤية إحدى أهم أساطير الملاكمة ممن أعلنوا اعتزالهم لها. في نهاية هذا الفيديو نتمنى منكم الإعجاب به وترك تعليق محفز لنا للاستمرار. دمتم برعاية الله وحفظه.